يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تساهل كثير من الناس بالتصوير وخاصة بالفيديو والجوالات، وبعضهم يظهر عليه سمات الخير، فما نصيحتكم وفقكم الله؟ هذا من الفتنة بلا شك. الشيطان دائما يؤز الناس إلى الفتنة ويقدم أخطر الأشياء ويغري الناس به، فهو هذا من عمل الشيطان، اندفاع الناس في التصوير وغفلتهم عن تحريمه وعن عواقبه، وعن هذا من تسويل الشيطان لهم. فالواجب أن يتنبه لهذه الأمور. الإنسان ما هو بحاجة إلى التصوير ولا إلى الصور، أما إذا اضطر إلى الصورة قد أفتى العلماء بجواز ما يدفع الضرورة كالتصوير للشخصية، إثبات البطاقة الشخصية، أو التصوير للجواز، جواز السفر، أو التصوير في الحوادث لأجل إثبات يعني الجرائم من أجل معرفة المجرم. هذه أمور ضرورية، وما عداها فلا حاجة إليه. نعم.